بشرى سارة لمعتمرين في تونس وخارجها. ليبرتا تبدع في تكوين برامجها وتتحدى الصعوبات وتجمد الأسعار من جديد. للمزيد من المعلومات libertavoyage.com أو الاتصال على 71 90 56 56. ليبرتا للأسفار والسياحة، حجاجنا ومعتمرينا في مم وعينينا. بن مريح علاش ليه؟ انت الحرة بين نساهم، انت الفن وانت للاهم، تصنيفك تفوت قداهم وتشفيهم من نار القايدة. طيب نقلي ولا نشوي، معونة كله ما يلصقش فوق الغاز ولا في الكوشة، كي تغسل ما يتجرحش. هذا المعون وهذه احسن جودة، خلي الناس تشوف ومعنا تعرف الفايدة. احسن ما في السوق ليك والباقي العيلة، بيديك انت تحفل وتمنى المايدة. OMS كوزيني اوترمون. يا اللي بيك فرحتنا، تحلى بيك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. وردة سرنا المحبة. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر. البروموات مع OMS ما توفاش. OMS كوليكسيون 4 بيس ب 249 دينار كهو، وتنجم تخلص على 6 شهور. OMS كوزيني اوترمون. مرحبا بالناس الكل متابعي برنامج الماتينال. في حلقتنا اليوم باش نحكيو على أهمية الفيتامين دي للناس الكل وخاصة الصغيرات. كيف باش نحكيو كيفاش نعلموا الصغيرات الفنون القتالية، وش نعطيكم بعد شوية لي زاستوز كيفاش زادة نعرفوا نختاروا المنتوجات وكيفاش نجموا نستهلكوها ونكونوا مستهلكين واعين. هذا وغيره في برنامج الماتينال، ما تبدلوش القناة. ومع بعضنا نقولوا مرحبا لشيف. مرحبا فاطمة، مرحبا بكم مشاهدينا. شيف فتحية نقول لكم مرحبا معنا مشاهدينا اليوم باش نشوفوا وصفات جديدة في برنامج الماتينال. وكوجينة الماتينال ديما حافلة فيها الحلو وفيها الملح. الحلو عند شيف فتحية. ألوغ أنا اليوم اخترت لكم نوع جديد متاع حلو اللي هو بيسكوي. قاعدة نكمل في بيسكوي نويل وفي بيسكوي راس العام. البيسكوي هذا معبي بالكريمة. ألوغ ما تبعدوش علينا، تبعوا الروسيت واحدة واحدة ومتأكدة اللي باش تنجحوا فيها. يعطيك الصحة شيف. مشاهدينا معايا اليوم باش تشوفوا عندنا زوز حاجات باش نعملوهم. الحاجة الأولى اخترتها باش نعملوها بالحوت اللي هو الحنشة. نعرف برشا لونغي اللي متوفرة في السوق التونسية وبرشا ما يعرفوش طيبوها. اليوم باش نطيبوا بها مقرونة سهلة وبنينة، واخترت لكم اليوم المقرونة الفل المجرحة هذية. دونك باش تشوفوها معانا باش تجيب بنينة برشا، جربوها من عند وردة تودكم بها. أنا نعطيكم الرسالة. ومع هذية عندنا البروكلو، توا وقته يلزمنا نستغلوه باش نعملوا به جراتان في الكوشه.
باش نعملوا بروكلو مجمر معاه صوص بنينه. هذوما الكل ناخذ تفاصيلهم بعد ما نشوف فاطمه السويد. مشكورين اللي شاف. خلينا نشوفوا عمر البوزيدي شنو محضرين اليوم، وخاصه اللي هو يحكي لنا على حاجه مقدسه برشا اللي هي النوم. دي اليوم باش يكون على حاجه مقدسه عند التوانسه بيان سير بعد الماكل. اكزاكتومون النوم. يا امي طفي الضوء. I bet that your kitty real tired. Perfect. Who do you think you are? You are sucking. النوم في تونس حاجة مقدسة. بالمناسبة نحب نوجه تحية أكثر واحد عاوني في الفيديو هذا، ليه فضل كبير برشا علي وأنا نحبه برشا. كل ما نحس روحي قالي ولا عندي مشكلة نمشي نحكي له ونفرغ له قلبي. إي نعم نحكي على فرشي. يتميز هذا الفراش بموقعه الاستراتيجي إذ يطل على البحر الأبيض المتوسط، يطل على الباب يعني، وفيه كثير من الموارد، فيه سلك كهرباء، فيه بريز يعني، وفيه واي فاي، ويمكنك أن تستمتع في هذا الفراش. يبقى أحسن شعور هو كتقوم مثلنا متاع صباح وانت في بالك ما عادش بكري، يطلع مازالك كرب عصوية يعني، تحس روحك خذيت الكرة ذهبية في بلاست ماس. وأحلى نومة هي كالدرج اللي التوانسة كل لازم يكملوه. مرقوم ما عادش بكري. خلي نزيد الدرج. بعد الدرج. أما كان حصلت وعملت عسيلة العشاء من العصر للمغرب كيك، وتقوم تحس روحك عطيها حقها بأي مادة مثيبة للعقل. نجموش نحكو عن النوم وما نحكوش على الأحلام. من أحلام عجيبة وغريبة، تحلم بروحك تجري عاريا نهار من واحد يحب يقتلك، ولا طايح في الظلام مكاك وين ما ندروش. بالطبيعة فما أكل مواقف تخوف، وانت لقاك تحب تعيط من أقوى ما عندك، ما شي قرجونتك حتى سيلونسيو. فما حلمة واحدة تحققت للناس كل واللي هي راح الغالي راح. هذا كان الفيديو متاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. ابقى لي كامش اقول لكم بيس. اذا كنت تحبوا تبعثونا دي فيديو كيما عمر البوزيدي بعثونا على باج الماتينال. احنا بحثنا تويكا في استوديو، بحثنا مدام فاطمه الميداني اللي هي رائده اعمال في المنتوجات الصحه والصديقه للبيئه. مرحبا بك. يعيشك. شكرا لك. الحمد لله. شكرا على الاستضافه. يعيشك. اليوم موضوع ياسر مهم مدام فاطمه، اللي هو كيفاش احنا نكونوا مواطنين، كيف نستهلكوا المنتوجات نتاعنا، نستهلكوهم بطريقه مسؤوله لشنو؟ لفائده الصحه نتاعنا والبيئه والطبيعه اللي احنا عايشين فيها. يعطيك الصحه. وهذا الموضوع باش نحكيوا فيه. بعدين زاد الكوتش عمر النفاتي، مرحبا بيك. اهلا بيك فاطمه، مرحبا بيك ومرحبا بجمهور التاسعه. يعيشك. زاد الموضوع نتاعك مهم برشا، كيفاش نجموا نخليو صغيراتنا يدافعوا على رواحهم هكا ولا؟ بالضبط. وكيفاش نفسروا للعباد اهميه الفنون القتاليه سبور دو كومبا، فاش نجم تعاون وكها للصغار والكبار زاد. معقول برشا. دونك هذا المواضيع باش نحكيو فيها بعد ما نمشيو بحث لي شيف. مرحبا فاطمه، رجعنا كيف ما قلت كوجينتنا، ونبداو اول وصفاتنا باش تكون حلوه مع شيف فتحيه الشوش. انا اول حاجه باش نعملها هي الكريمه اللي باش نعبي بها البيسكوي نتاعي، باش تلقى وقت باش تبردوني. عندي 4 لتر حليب، نحط عليها 50 غرام سكر كعب عظم، السكر نحط فيه باكو سكر فاني. عندي هوني مغرفتين متاع ماكله نشاء، وعندي مغرفتين متاع ماكله فرينة ورده العاديه. هذوما الكل نخلطهم مع بعضهم باش نطيبهم فوق. وعندي مغرفه معبيه متاع ماكله كاكاو، هذوما الكلهم نخلطهم ونطيبهم. كريمه يلزمها تكون كريمه رطبه وشبابه ومتناسقه، نشعل تحت الغاز ونخليها تطيب حتى لين تولي لي كيما الكريم باتيسيير، لكن هي بالكاكاو باش نعملوا البيسكوي نتاعنا باش يكون معبي بالكريمه. بعد نخلطوا الفاخس مادام بردت الكريمه نتاعنا، نخلطوا البيسكوي البراني اللي باش نخدموه جميع مع بعض. يعطيك الصحه. مشكوره شيف فتحيه. مشاهدينا انا باش ننطلق معاكم في اعداد الجراتا نتاع الشوفلور. كيف ما شفنا برشا مرات طيبنا صوص بولونيز مع بعضنا، ولا طيبنا فيون داشي طيبوه انتم بالصلصه بالفحات اللي تحبوا عليها انتوما،
نجموا تعملوه كما تعملوا المقرونة التونسية، فحاتوا شوية تابل وشوية فلفل زينة شوية هريسة عربي كان تحبوا شوية هريسة سيكام فاوحة وبنينة فيها ثومها معدل وكرويتها كيف ما تحبوا انتم، تزيدوا معاهم تشيشة ملح، تزيدوا معاهم كان تحبوا وريقة رند ثوم بيانسور هذي الكل يتقلى، وتاخذوا حكيكة متاع طماطم سيكام كونكاسي مدشة بالثوم تحطوها مع اللحم تاعكم تقلى وتطيب فيه بالبداية بداية وتعطيكم لون مزيان ونكهة ممتازة. بالنسبة للصوص هذي حضرة البشاميل برشا مرات عملنا مع بعضنا صوص بشاميل، أنا نعمل 70-80 جرام فارينة على الليتر حليب هكاكا، ناخذ 70 جرام فارينة مع 70 جرام زبدة نحطهم هذوما نذوبهم فوحهم شوية ملح فلفل أكحل نخليهم دوبا يبداو يبقوا على النار نقولوا ونصبوا عليهم الحليب بارد، وقتها نقعدوا نحركوا فيهم بالفوي لين يوليوا كيما الكريمه. لي فوي وليزيستونسيل الصغار هذوما الكل تلقاوهم عند سياغ، سياغ موجوده في المنزه واحد مقابل المسبح، والا تمشي وزاده للحمامات طريق بيربو ركبه كيلومتر واحد غاديك تلقاو الحمامات، تلقاو في الحمامات الشوروم الكبير اللي فيه المعدات الكل تلوج عليها، وتلقاو زاده فريق على ذمتكم مختص في لي بلون داميناجمون ينصحكم شنو تنجموا معناه باقل لي بيدجي كيفاش تنجم تاثث الكوجينه نتاعك والا الباتيسكي والا البولونجري اللي تحبوا تحلوها، والا ديجا عندكم مؤسسه وتحبوا تجدوها، هما ينصحوكم بالكدا بكدا. ادخلوا على الفيسبوك والا على الانستغرام تاخذوا الارقام نتاع الهاتف نتاعهم وتتواصلوا معهم تلقاوهم في الخدمه. مشكورين سياغ اللي دلونا في كوجينتنا. دونك هنا البشاميل نتاعي حاضر كيف ما قلت مع البولونيز، عندي البروكلو شعملت له خذيته حطيته في ماء بارد شعلت عليه النار وحطيت له سنات ثوم كاملين معاهم وريقه رند ومعاهم عودين قرنفل باش ينحي كل الزفوريه، وحطيت لهم مغرفتين خل في الماء وهما يغليوا. دونك هنا بعد سقطرتهم الماء نتاعهم وباش نبدو نخدموا بهم، ناخذ هنا صوص بولونيز نحط منها شويه في القاع نتاع الطبق اللي باش يدخل الكوشه بيان سور، هذا باش نعملوا فيه الجراتان ونجموا نقدموا فيه. هوني باش ناخذ كعيبات الشوفلور هذوما الطايبين مشامم كيف ما تشوفوا فيهم قصيناهم ماهمش جيدين برشا متوسطين في الحجم، نفرشوهم تاخذوا راس شطر راس حسب انتوما قداش فرد في العائله. دونك هنا نفرشوا الشوفلور نتاعنا بهالطريقه، ومعه هو باش نصبوا البقيه نتاع الصوص اللي تبقات هذيا نحطوها على الوجه نتاعو، نحاولوا نوزعوها بالتساوي هكا نفرشوها مليح، ومعها باش نستعمل قلت لكم الصوص بشاميل. دونك هنا عندنا البشاميل نتاعنا حاضره نكملوا هي نصبوها على الوجه هكا ونعملوا بها الجراتان البنين نتاعنا، قلنا اليوم جراتان بالشوفلور. دونك هذيا ما ننسوش البشاميل راهي مفوحه بشويه ملح شويه فلفل اكحل ولا ملح وجوز الطيب، هنا الاختيار لكم انتم مشاهدينا. مع هذيا كي نقولوا جراتان نقولوا فروماج بنين يجينا من عند مرياح، عندنا لي تخوا فروماج من عند مرياح تلقاوهم مرحيين حاضر باش. دونك كيف ما تشوفوا هكا دي ساشي امبالي يجيوكم جراماج تحبوا عليه، واللي يحب يكماندي سلعه من عند مرياح ينجم يتواصل معاهم على الباج نتاعهم على الفيسبوك وعلى الانستغرام فروماج غي مرياح، ويطلب زاده اذا هو في تونس الكبرى نجم توصلوا ليفريزون حدش الدار ويلقى لي زانفو لاين نتاعهم الكل. دونك هنا حطينا الفروماج شخشخناها بالكدا باش نعديوها الكوشه، درجة الحرارة نتاعها تكون 180 حدش ال 200 ميسالش، نخليوها مدة 20 إلى 25 دقيقة يكون الجراتان نتاعنا حضر. بعد شوية مشاهدينا في كوجينتنا تلقاو المقرونة قلنا اليوم باش نعملها باللونجي وإلا الحنشة، تو نوريكم كيفاش طيبوها. نمشيو لفاطمة. مشكورين للشيف، خلينا نحكيو تويكا كيفاش نجموا نكونوا مستهلكين واعين، والاستيوس هذه بتعطي لنا مدام فاطمة الميداني. دونك كيفاش نجم نكون أنا مستهلكة واعية؟ باه فما أربع حاجات قبل ما احنا نشريو المنتوج لازم نعملوهم. الحاجة الأولى هي نسألو رواحنا، اسكو أنا هالمنتوج اللي باش نشريه فغيمون حاجتي به ولا؟ هذا أول حاجة. علاش؟ على خاطر ياسر فما غاسبياش، النفايات نتاعنا ما عادش وين عندنا وين نحطوهم، دونك ياسر ياسر مهمة الحاجة هذه. هذيك أول حاجة. ثاني حاجة كي نبداو عندنا احنا منتوج نجربو نستهلكوه للآخر. معناتها كان تكسر نصلحوه، كان تقطع نهزوه الخياطه وانت مش فهمتني. حاجه اخرى اللي هي نتعلموا نقولوا لا،
معناتها مثلا انا نمشي للريستوران في الريستوران هذيك انا كماندي جو الجو نقول له عايش خويا جيبه لي من غير باي على خاطر الباي هذيك من بعد توفى في البحر وزيد تلوث. احنا شفنا البحر نتاعنا ملوث برشا نشوفوا معناتها تصاور على التلوث شيء كبير. حاجه اخرى كي نمشيو للخضار نهزوا معنا شكايرنا ولا القفه نتاعنا التونسيه هذيا ما عادش يستعملوها نهزوها معنا. علاش الشكاير الكل من بعد نشوفوهم يطايروا من بلاصه لبلاصه ويوفيوا على الجار وفي البحر ويهلكوا الدنيا الكل. هذيا حاجه سامبل نجموا نبداو بها ونجموا نزيدوا نقدموا القدام اكثر. كيفاش؟ قبل ما نشريو منتوج نقراو المكونات نتاعو. تو عندنا وقت باش نقراو تو واحد تقى صغير ويبكي من غادي والاخر يحب نرشيه من غادي والدنيا مليانه وانا باش نقعد نقرا بالحكه. هذه صحتنا وصحه صغارنا وطبيعتنا والطبيعه اللي باش يكبروا فيها صغارنا. دونك لازمنا نلقاو الوقت ولازمنا زاده نلقاو البيدجي خاطرها تتكلف شويه الحكايه هذه هكا ولي. اما راهو هذايا انفستيسمون يقعد لك حياتك الكل صحتك هكا ولي. باش كيفاش باش نجم نقرا انا مثلا؟ باه ديجا واحد يوعي روحه يتثقف يشوف شنو هما لي زانغريديون اللي مثلا ينجموا يقلقوا الهرمونات نتاعنا. هذوكم اكثر حاجه تقلق. توا ثما دي برودوي تلقاهم حاجه برشا دي زانغريديون فريمون خايبين صحتنا نثقفوا عليهم نشوفوا الليست سهله برشا تشوف بيرتورباتور اندوكرينيان بالفرنسي اسمها على جوجل تو يخرج لك ليست كامله. دونك ذوكم نبعدوا عليهم دونك نقراو هذيك اول حاجه. ثاني حاجه نجربوا نبعدوا ماكسيموم على المنتوجات المعلبه المسكرين نقربوا اكثر للطبيعه الحاجات اللي نجموا ناخذوها من الطبيعه وحتى الطبيعه اللي هي مش هاربه هكا ولا مش هاربه برشا على لي بيستيسيد وكل شيء معبي نغسلوها بالكدا بالكدا بالكدا. الخضره كي نشريوها نحطوها في الماء معها شويه خل فماشي ما يتنحك البيستيسيد مش جافي هذيك مش جافي. ثم حاجات نجموا احنا نعملوهم كمستهلكين او كوتيديان في حياتنا اليوميه باش نحسنوا في طريقه العيش نتاعنا خاطر هذه طريقه عيش لايف ستايل اللي عيطوا له اون انجلي فهمت. طريقه العيش نتاعنا باش تكون فريمون باهيه لصحتنا وزاده للطبيعه. باهي هذا اذا كان انا مشيت باش نقضي احنا ديما نمشوا الحاجه اللي باش ناكلوها بورتون راهو فما حاجات حتى نستعملوا على شعرنا على بناتنا يعطيك الف صحة كيف نلبسوهم في ساقينا ولا غيره زاد حتى هما داخلين في الحكايه هذه بورتون ما فيهمش ديزانغريديون. ثم الكومبوزيسيون نتاع مثلا شامبوان فما اللي توا انا مثلا والعباد اللي نخدم معاهم نشجعوا في لي شامبوان اللي هما سان سلفات سان بارابان. البارابان جاي من البترول ونلقاوها في برشا لي شامبوان هذاك من بعد نحطوه في ريوسنا ولي بور يبداو محلولين يدخل البدن بالضبط سون كونتي اللي من بعد يهبط في الماء نتاع الدوش ويكمل في البحورات. دونك اي حاجه راهو استعملناها في حياتنا مش من بعد نطيشوها سي ذابت في الطبيعه ما عادش موجوده. لا 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 مثلا الشيت نتاع السنين في بالكم الشت نتاع السنين اللي استعملناهم ملي تولدنا لتوا مازالوا موجودين في بلاصه هذوكم يقعدوا برشا بوغ سو ديغرادي في الطبيعه. باه انا ما جيتش نحكي كان على الحاجات الخايبه هذوما ونقول مشاكل ومشاكل ومشاكل فما راهو حلول. رانا في تونس تبارك الله علينا كنقول لك تبارك الله علينا نشوف في مؤسسات ناشئه لي ستارت اب اللي قاعدين يخرجوا في افكار خرق العاده. فما واحد يفركس شويه يلقى راهو فما اللي يخليوك انت تعمل لو تخي في دارك نتاع لي ديشي نتاعك نيفيت نتاعك البلاستيك البابيي تعطيهم للشركه هذه وهما يعملوا الرسكله. دونك ديجا تنقص في لي ديشي نتاعك. فما شركات اللي ما يبيعوا لك كان المنتوجات اللي هما باهيين لصحتك وللبيئه. دونك انا نشجع باش نمشيو للشركه هذيك فهمت. عندنا راهو برشا حاجات قاعدين يصيروا دونك تثقفوا فركسوا انا نحكي عليهم برشا نوتامون تعرف انا مثلا الحاجات اللي ممكن ما نمشيوش فيها ياسر في تونس اما هي اذا كان يتبعونا الناس ممكن تعطي اكل كبير برشا وتعطي نتائج ياسر باهيه. مثلا يقول لك في لوروب مثلا في المانيا سوا ديزون اذا كان انت قد دبوزه انت تولي تلوج في الدبابس باش تحطهم في لاباري هذيك على خاطر لاباري كي تحط فيها الدبوزه تعطيك فلوس ولا تعطيك تيكيت نجم تدخل بها سوبر مارشي تقضي بها. اذا كان التونسي راهو ما يلقاش روندمون علي باش يعملوا ما نهزش تليفون نطلب سوسيتي باش يجي تهز لي البوبيل سامحني. راهو اذا كان سوسيتي هذيك ما تجيش تقول لي على الكيلو حاشاكم بوبيل باش نعطيك 2000 راهو ما يهموش.
يطيش ويصنفو معناها هذيك علاش انا توا نعمل في نداء باش نقول للعباد ما يسالش حتى وان كان الدوله ما وفرتش ولا كان الخواص ينجموا يا اخي ابخي تو في المانيا هذول مش الدوله اللي عملتهم ليزاباغي هذوما الشركات نتاع فما شويه وشويه هاو الشركات بداوا هاو الشركات الناشئه هذوما لي ستارت اب بداوا اما راه بالحق ما لازمناش نقعدوا نستناو في مشيره الاخرى باش يعملوا لنا دي مويان باش احنا نحسنوا نبداو بينا احنا على خاطر بالحق راهو شفت احنا كل ما نصرفوا فلوس والا كل ما نعملوا اي جيست في حياتنا قاعدين نصوتوا هكا ولا كي تشري انت منتوج تصوت الصوت يمشي للشركه هذه ولا هذه دونك انت كيف تحب تشجع الاستهلاك المسؤول وتحب لي برودوي هذوما اللي هما باهين لصحتك وللبيئه يزيدوا ويكثروا في البلاد وفي العالم اصرف غادي باهي كيما جاو في لي سوبر مارشي ولي غران سورفاس قال لك هاي نحينا الشكير تو باش نوليو نعطيكم شكير كي ايكولوجيك بلاش عملنا بهم شكير ايكولوجيك اش عملنا بهم هو لما حاله نقصت برشا الحكايه اي نقصت اما انا كل ما نمشي وننسى الشكاره هذيك ندفع 15% في جديد كراسيلك صحيح ولا تقولي انت فلوس ولا مش فلوس نولي نمشي ناخو باش نكونوا واضحين معنا كيما الناس الكل نولي ناخو مشكير نتاع الحاتين ولا الخضره ولا الغله باش نحط فيها البرودوي نتاعي خاطر مانيش باش كل مره باش نمشي ندفع 15% ولا 3000 كل مره معاك دونك لازم نلقاو حلول باهيه مش لازم التونسي ديما يحس روحه اللي هو باش يدفع خليه يربح خليه يحس اللي هو قد ما هو باش يربح الطبيعه ما يسالش يربح الطبيعه ويدخل هو شويه فلوس باه هذيك بالكشي في مرحله اخرى توا احنا في مرحله وراش اختي اي مرحله لا باش تنفع كانت توصل يحس روحه باش يربح هكا ولا عمر بالحق توا انا كيف نجي نقول لك الدبابز اللي عندك في الدار الكل ولا البلاستيك اللي عندك كل في الدار ما تطيشوش كلمني على تليفوني نجي ونعطيك حق وفلوس تكلمني ولا ما تكلمنيش اذا قلت لك والله فما توا اللي عيطوا لهم احنا البربيشه هذوك هو يبربش اما مش انت كمسؤول انت انا وياك نهبطوا للبوبيل اما هو يبربش ولا هي توا الحكايه مش قاعدين من الدباع اي ولا دباع هي توا الحكايه البديت معناتها مش احنا توا كيفاش باش ندخلوا منها فلوس وكل اعطينا توا ليسونسيال البوت نتاعنا اللي هي نعاونوا ديجا الطبيعه نتاعنا معقول هذا توا لو بوت سي احنا نشجعوا العباد نقولوا لهم ما يسالش حتى كان ماكش تربح منها فلوس هذا راهو معناتها دارك الطبيعه الازمه نتاع البوبيل اللي صارت في صفاقس باهي الازمه هذيك ما كانش نجم تكون محلوله اذا كان فما شركات نتاع رسكله اذا كان ما شجعناش الشباب ان هم يعملوا المشاريع هذه نتاع رسكله بالحق سورمون هو سورمون وراه برشا حاجات نجموا نقعدوا نقولوا وكارهم مش وكارهم هذا نجموا يعملوا توا ما زالت المشكله راه حتى في تونس العاصمه راه فما مشكله كبيره نتاع عنا عنا برشا مشاكل هذيك معاك 100% اما انا اللي بالحق نحب نقوله اللي هو كل عبد فينا مسؤول صحيح. مش لازم نقولوا لاخرين وكل احنا بيدنا مسؤول واحد لازمها تدخل كان كل واحد فينا ياخذ لي بون زابيتود يولي هو كيف يخرج يقضي تولي له تدخل له كيما تقوم في صباح تحك تغسل سنيك معناتها تولي كي تمشي باش تقضي تحط شكاير من دارك مثلا كيف عندك بوبيل تعمل لها تخيم تاعها ولا ديجا اقل حاجه تنجم تعملها اللي هي مطيش في الشارع ديجا فما جبنا شكون احنا عنه مشروع صغير اللي يبيع لك البوبيل اللي ترسكل وحدها وتعرضها مثلا راهو اللي يحب بالحق اللي يحب يستحفظ ديجا صحتك باش نبداو متفاهمين معناتها هذيك صحتك ليك انت وزيد للطبيعه كان تحب بالحق بالحق تحافظ على صحتك وتكون انت عبد اللي تساهم في الحمايه مع حمايه الطبيعه والبيئه نتاعنا اللي هي في الاخر دارك ودار صغارك معناتها مش مزيه لا عليا لا عليك انت لا على تونس معناتها ليك انت هذيك البلاصه اللي انت عايش فيها راك تنجم اعمل شويه هكا فركس شويه شوف ثقف اسال فما دي جروب على فيسبوك زيرو ديشي فما برشا ريسيكلاج اون تونيزي فما برشا كان بالحق عبد يحب راهو يلقى وانا هوني اليوم باش نقول لكم تنجموا ونشجعكم وابداوا فركسوا على كيفاش تنجموا تكونوا انتوما مستهلكين واعيين اصدقاء للطبيعه في نفس الوقت وتكونوا انتوما تابعين الحل مش تابعين المشكله مش انتوما تزيدوا تهردوا الدنيا ما بالعكس انتوما تساهموا في الحل وما تخممش لا في جارك ولا في الاخر وش بيه هو ما عملش وش بيه هو ما عملش كان كل واحد يخمم في روحه وفي طريقه الاستهلاك نتاعو حتى تشوفوا تونس والعالم الكل كيفاش يتبدل صدقني ساعات الجيران اللي عنده بعضهم معناها في الحاجه الباهيه دونك يتعاونوا مع بعضهم وهو راهو طريقه الاستهلاك هذيا ماشيه وتولي ان فوغ ديجا حاجه باهيه ولي توندونس دونك حاجه باهيه وراهو ماشيين مثلا في السعوديه تو تعرف شنو عملوا حطوا تاكس
على لي برودوي اللي هما ياسر بوليون واللي ياسر سكري. اللي معناتها حسبوا قد ما تفوت ان سوي في السكر ولا في الملح ولا في الحاجات اللي خايبين للصحه نتاعك تولي تخلص عليها تاكس تولي ولا برودوي دو لوكس انتر بارونتيز. فهمت في النرويج نحاوها اصلا الحكايه اللي يحب ياخذ حاجه سكري يمشي لبلاد اخرى باش ياخذ ولا دونك لي برودوي الخايبين غلاو والباهين مشاو يرخصوا. وفي تونس باش نوصلوا لها البيو هكا شويه غالي على الاساس باه وتحبوه يرخص بالحق تحبوه يرخص البيو وتحبوه يرخص لي برودوي. انا ما نحبش نقول البيو خاطر البيو راهو سي ان لابيل ماهوش مش اي حاجه نعيطوا لها بيو. مي الحاجات الطبيعيه نحبوها ترخص ما يسالش اصرفوا عليها شويه توا تو ترخص على خاطر وقتها الشركات باش يوليو ايزانفستيس في لي برودوي هذوما باش يوليو موجودين بكثره. صحيح. اي حاجه العباد تستعملها بكثره باش تولي موجوده بكثره ورخيصه. دونك بين يديكم الحكايه أنكور أون فوا. وي معقول برشا فاطمة زادة حتى باش نشجعوا الصغيرات وغيره. أنا نقول لك ديما الريكومبونس باهية معناتها نشجعوهم بالكادوات بالفلوس بالتيكيت باش تقضي بهم حاجات راهو حتى هذاك السيكولوجي نتاع الإنسان تدخل فيها الحكاية هذه. معناتها ما نقولوش المار متطورين علينا أوكي متطورين ما حتى احنا زادة شفنا اللي احنا نجم نكونوا شعب متطور وواعي ونظيف في فتره الكوفيد هاك شفت كيفاش كنا حتى الناس اللي تمشي تعيش لبرا تتاقلم ما يجيش تجاه حاجه بيزار جوست احنا ما عندناش شويه اراده في الحكايه هذه. ميرسي فاطمه خليك بحذنا خاطر نمشي بحذا الشيف ونرجعوا. اكيد فاطمه راجعين لكوجينتنا الشيف فتحيه بعد ما حضرت الكريمه بنكهه الشوكولاته بالكاكاو تو باش نشوفوا البات اللي باش تحضرها لنا. الوغ انا هوني عندي كعبتين عظم 100 غرام سكر معاه باكو سكر فاني مع هو نحط قرصة صغيرة ملح عندي 100 ميلي زيت هذو ما كل نخلطهم مع بعضهم نهبط الزيت بالقداء بحاجتي باش نعمل العجينة متاعي اللي باش تكون هي الباز متاع البيسكوي هذا نحط مغرفة خل متاع خل أبيض ولا خل تفاح هذاك يقعد لكم ليكم انتم الاختيار. هوني عندي 300 غرام فارينة سبيسيال جاتو وردة معاه شطر باكو خميرة جاتو هذوما كل نلمهم مع بعضهم حتى لين تولي لي بات متناسقة ومزيانة هي اللي باش نعمل بها الفاسوناج بتاع البيسكوي متاعي. الوغ انا هذا اللمو حتى يولي كيما البات بتاع بيسكوي معناها بات كيما البات سابلي لكن ماهيش بالزبدة بالزيت باهي برشا ونجيو ان نعملوا الفاسوناج مع بعضنا. يعطيك صحة مشكورة شيف فتحية. مشاهدينا انا هوني بديت نحضر في الصوص اللي باش نطيبوا فيها المقرونة نتاعنا قلنا اليوم صوص باللونجي والا بالحنشة. دونك خذينا شوية زيت زيتونة حطيناه يسخن قليت فيه شوية الفلفل باش ناخذ نكهته ومن بعد نزين به. دونك مقرونة اليوم على الطريقة التونسية. هكا خذينا الفلفل هذايا أمور واضحة. هوني باش نعمل باش ناخذ كعيبات لونجي انا لونجي ثم اللي يصلخها تتصلخ ينحي لها الجلده نتاعها باش تتشد بالساهل تنجموا تلفوها في شويه نشا وهكاك تنجموا تشدوها بالكدا الكعبه لونجي باش ما عادش تزلق في اليدين وقتها تبدو تصلخوها من الذيل وانتم ماشيين عادي والا تنجموا زاده بالقشره بالجلده نتاعها عاديه جدا دونك تغسلوها تنظفوها بالكدا وتفصوها طريفات كيف ما تشوفوها. دونك هذه هي لونجي نتاعنا باش نبدا نقليها تاخذ لون صغير ومن بعد نبداو نفوقوها مع بعضنا بعد ما نمشيو الفاطمه الصيف. مشكورين اللي شاف تويكا باش نحكيو كل ما هو سبور دو كومبا مع عمر النفاتي. دونك عمر فاطمه مرحبا. دونك شو السبور هذا اللي ديما عاطين عليه فكره درك كيفاش؟ برشا 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 ناس عاطين عليه فكره غالطه على الاخر ممكن قديمه خاطر تو تبدلت ولا مثال البوكس الكيك بوكسينغ ولا السبور دو كومبا الكل ولا توندونس على الاخر معناها تو راهو حتى في بنات يعملوا في البوكس. قبل يقول لك اوكي تدخل للبوكس تو الكوتش يكسر لك خشمك جيوني انا برشا ككوتش معناها يجوني ديزاديرون اول حاجه يقول لي يا اخي صحيحه معناها باش ندخل البوكس يكسر لك خشمك قولوا لي بالعكس فما دي بوكسور بروفيسيونيل تو خشمهم مش مكسر معناها هذيك طلعوها ممكن لي بارون قبل باش يبعدوا معناها صغارهم على البوكس اسطوره كيما نقولوا نحن معمول بها كمان فما شكون يكسر الخشم. لا 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 ما فماش منها الجمل انا هاني نعمل بوكس ولعبت وخشمي تكسر البار وما تكسرش في الرينك. فهمت معناها ما فماش منها جمله كيما قبل يقول لك عبيثه والحكايه هذيك اسطوره باش يخوفوا بها الصغار لا اكثر لا اقل ما فماش منها الحكايه هذه. هذه الاسطوره الاولى اشاعه اشاعه يعطيك الصحه.
اش معناها سبور دو كومبا؟ سبور دو كومبا اي حاجه معناها هو موجود من قبل السبور، معناها ممكن ينجم يكون اقوى اقدم رياضه واقوى رياضه معناها. فهمتني؟ عندنا فيه الكيك بوكسينغ، بوكس انجليز، برشا برشا برشا، تايكواندو، جوجيتسو. ديما الرياضات هذوما ديما نقولوا للاولاد مش للبنات. برشا بنات تو نعطيك بلاد كيما روسيا، البنات ممكن اكثر من الاولاد يعملوا في سبور دو كومبا. برشا برشا كلها تعمل سبور دو كومبا. انا واحد من الناس بالنسبه لي انا صغير يلزمو يعمل سبور دو كومبا. علاش يلزمو يعمل؟ يجدد فيه برشا حاجات، يقوي له الكونفيونس نتاعو، ثقه بالنفس يجددها فيه على الاخر. ممكن انا برشا معناها دي بارون كي يطلبوني ويقولوا لي راه ولدي جا ترينا عندك وتبدلت حياته كومبليتمون، معناها نفرح. اللي نقص اللي ما عندوش معناها قله ثقه، يقوي له في الثقه نتاعو، يسهل له الكورديناسيون، التنسيق، يخليه يتعامل مع السيستم نيرفو نتاعو، عباره كعبد يقعد ويحكي معاه. برشا حاجات، برشا حاجات. علاش ديما يمشي في بين اللي هي سبور دو كومبا معناها انا باش نولي نمشي بكتافي، معناها انه انا كان طفله شويه مسترجله شويه على الاخر ولا ومعناتها صغار تحسهم يوليو قش عليهم باش يولي كان العرك، كان هاني انا نعرف نضرب وكها. لا لا تبدلت النظره هذيك تو، خاطر راني كيما قلت لك ولد توندونس على الاخر. الناس الكل تعمل في الفايت وانت وسكول معناها. فاطمه عملت لا قتل عملت ترينا تو اكيد بالحق البارح بركه ترينيت. لا لا الكل يعملوا تو، خاطر يسهل لك حتى انت كتخدم كحاجه باش تجي ديفولي الستريس. شنو هو الكوتش كي باش تمشي للسكول نتاعو باش يعلمك، مثال باش نعطيك بوكس انجليز ولا كيك بوكسين كي باش تمشي له باش ينحي لك الانرجي نيجاتيف نتاعك وباش يعطيك البوزيتيف. فهمت؟ معناها حاجه تعاونك على الاخر. اليوم حبيت تعطينا دي زاستوس كيفاش نجموا ندخلوا في السبور هذايا، ولا كيفاش نجموا ندافعوا على رواحنا بالسبور هذا. للزوز باهي برشا. كيفاش ندخلوا للسبور هذايا وعلاش باش ندخلوا للسبور هذايا؟ اللي ناقص كيف ما قلت لك ناقص ثقه ولا ما نعرفش، ما يركزش اكثر في خدمته. خاطر اول حاجه يعلمها لك البوكس هي الكورديناسيون، كيفاش تنسق بين الحركات، تنسق بين حاجه وحاجه وتركز اكثر بالطبيعه. ما دامك باش تخرج برشا كويت ولا حاجه باش تولي تركز اكثر، وبيجي عليك باش تركز باش نجم تخدم لي زونشينمون تاعك. ما نعرفش نجمو نعمل ديمونستراسيون عمر؟ باه نجم. باه واضح معايا كيما تحب. هاي فازي مك مك عامله اي باه ايه مش برشا ديسبلين وخدمه نتاعو. فهمتك هايل والله. الناس قم يروا بعضهم للضيف، راه انا في باليش بالحق. لا 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 جات هكاك جات هكاك. لا شوف هو اول حاجه باش نتعلموك باش تدخل تعمل سبور دو كومبا انك تخدم الجارد، كيفاش ناقف وكيفاش نشد جارد باش نجم نحمي روحي. معقول. باهي البوكس انجليز عنده جارد نتاعو، الكيك بوكسينغ عنده الجارد نتاعو، كل ديسبلين عنده الجارد نتاعو. تو نحن باش نخدموا على البوكس انجليز. جيت تقف بجنبي. باهي ياسر. باهي باش نحل ساقيا في عرض ليبول. صحيح. انا هي يدك القوي اليمين تور باش ترمي حاجه اليمين. شاونا باهي. باهي نوخر الساق اليمين شويه لتالي. ديما في السبور دو كومبا الشطر القوي يرجع لتالي، معناها النص القوي كسوا اليد ولا الساقين ترجع لتالي. شوف لي لامب شاري بالضبط. باهي عندنا اليد اليمين هوني بجنب لي مشواخ واليسار هنا تحت عينيك بالضبط. صحي انا جارد الفوق وجارد لوت في لي كوت. باه ثاني حاجه باش نتعلموا كيفاش نتحرك على البوان دو بي وبوج معايا. صحي هذايا ديجا حدا يلزمها برشا تركيز. باه تعلمنا الجارد وكيفاش نتحرك. تو باش نتعلم الجارد وكيفاش نتحرك وكيفاش نضرب. باه باش نبداو كو غوش. باه باش نتحرك هوني نعمل 1 2 3 نقف باش تقدم يديك معها ساقك. يدي يلزمها كي تخرج الدور. كل سكول في البوكس انجليز كل سكول وكيفاش يخدم. مثال مش كيما في المكسيك كيما في امريكا كيما كل سكول عندها الخدمه نتاعها. نحن باش نخدموا كو غوش. يدي باش تدور هكا بالضبط. صحيح نعاود نرجع ساقيه هوني في الديستانس نتاع الفوتورك. تو باش تقدم ساقك على البوان دو بي وندور تراه رجع. هاي نادي. صحيح تخليها هوني. يدي تدور علاش؟ حط نادي هوني ديك اقوى. باهي هي قاعدة أي حاجة تدور قوية. كل فيسوز تنقب حيط يلزمها تدور كارتوشة كيش تخرج الدور. نحنا نقولوا هكاك باهي ليبول نتاعي كي باش يدور باش نحي أنا الكاغد من وجهي من جنب المشواق. ليبول باش يولي خابي المشواق اللي هو مربوط بالسيستم نيرفو. معناها نحنا نراو لي كاو نتاع البوكس ولا
اي سبور دو كومبا نقولوا كيفاش تحكى هو كان يخزر معناها تمس في المشوار ديجا باش يتيح بي هذا نعاودو هنا نعاودو انا وياك نتحرك هوني بوش ستوب كو غوش يب صحي ايديا دور هوني بالضبط صحيحة على الاخر هاك هاو باهي برشا يعطيك الصحة تعلمنا كان كون باش وليت نمشي بكتافي وليت بالعكس تركز اكثر ميرسي يا عمر ان فات نوتر كوتش وي وان شاء الله تعطيكم احلى دونك ميرسي زاد انت فاطمه يعطيك الصحة فاطمه الميداني رائدة اعمال في المنتوجات الصحية والصديقة للبيئة نخرجوا فاصل ومن بعد نعرف اوتيل ياسر بزاف سورتو الماكله سورتو الماكله ياسر بنينه هاي والله في 80 دينار ها سامحني خويا تحكي على الاوتيل هذا؟ اي انا ريزرفيت ب 100 دينار وين كيفاش ب 105000 كيفاش عملت؟ يا اخي ما تعرفوش ليبرتا فواياج احسن سوم وافضل سيرفيس كي تقول اوتيل افضل الاسعار تقول ليبرتا فواياج بوان كوم بشرى سارة لمعتمرين في تونس وخارجها ليبرتا تبدع في تكوين برامجها وتتحدى الصعوبات وتجمد الاسعار من جديد للمزيد من المعلومات ليبرتا فواياج بوان كوم او الاتصال على 71 90 56 56 ليبرتا للأسفار والسياحة حجاجنا معتمرين في ممو عينينا طالت الأحباب والجارة عالخير تلمينا غمزة وضحكة وتبارة على عزاز علينا يا اللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا سيكا مية العمارة وبسرها تزهينا يلي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا الأصل الطيب قلهم أرض طيبة وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا ومن مزارعنا نجمعوا حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة ونزيد نقف عليه في مصانعنا الضمان جودته العالية خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا صناعة الأجبان أجبان مرياح سرها صنعة اليدين حرفة واتقان كل العاملين وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه ياخو وقته وبلاستو ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين تن البدر صحة ونكهة وبنة عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر انت الحرة بين نساهم
انت الفن وانت للاهم تصنيفك تفوت قدام وتشفيهم من نار القايدة. طيب نقلي ولا نشوي معون كله ما يلصق شي فوق الغاز ولا في الكوشة كي تغسل ما يتجرح شي. هذا المعون وهذه أحسن جودة خلي الناس تشوف ومعنا تعرف الفايدة أحسن ما في السوق يكون باقي العيلة بيديك انتي تحمل وتمنى المايدة. OMS cuisiner autre. اليوم برومو قبيل مع OMS باتري فيها 38 بيس جراني ما يلسقش وما يتخبش ب 899 دينار وتنجم تخلص على 6 شهور. OMS cuisiner autrement.